السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله هنشتغل النهاردة فيديو جديد جيومتري فيرست جريد كونجرانت تراينجلز. بالنسبة للكونجرانت تراينجلز، أول حاجة لازم نعرف إني تراينجل هاز هاو ميني إيليمنتس، 6 إيليمنتس 3 سايدز أند 3 أنجلز. يبقى أي تراينجل عندي هاز 6 إيليمنتس 3 سايدز أند 3 أنجلز. عشان اقدر اقول ان التو تراينجلز هما الاثنين كونجرانت، يبقى لازم نعمل بروف ان each element of the six element of one of them congruent to the corresponding elements in the other triangle. فهلاحظ ان الموضوع كده هيبقى صعب عليا جدا ان انا اعمل بروف ان ال six elements كلهم في الفيرست congruent لل corresponding six elements in the other. فعشان كده جابوا لنا هنا الكيسز اللي هما الفور كيسز عشان يسهلوا لنا how to prove that two triangles are congruent. في عندي هنا four cases. بالنسبة للفيرست كيس اللي احنا كنا بنقول عليها side angle side SAS. AS AS دي two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle. لازم يكون عندي two sides and the included angle between them. زي الفيجر اللي عندي كده AB and BC الانجل الانكلودد اللي هي انجل B. لو انا لقيت في الفيرست تراينجل AB equal XY and BC equals YZ the included angle B equal included angle هنا Y، يبقى كده الفيرست كيس عندي satisfy. يعني كده التو تراينجلز اقدر اقول عليهم ان هما الاثنين congruent. نقولها تاني two sides and the included angle of one of them congruent to the corresponding parts of the other. يعني ايه corresponding parts of the other؟ يعني two sides والincluded angle اللي في الترينجل التاني. يبقى هنا two sides and the included angle والترينجل التاني two sides and the included angle. طب السؤال لو جالي في الامتحان احله ازاي لو قال لي بروف ذات ان هما congruent؟ هقول له since ان تراينجل A B C تراينجل الاولاني and the triangle X Y Z in which، واكتب السايدز بتاعتي اللي هم two sides والانكلودد انجل. طب التو سايدز اللي هم ايه؟ A B equal X Y B C equals Y Z ميجر انجل B equal ميجر انجل Y. يبقى عندي كده two sides and the included angle. هستفاد ايه من كده؟ ان التراينجل A B C congruent للتراينجل X Y Z. دي كده الفيرست كيس. بالنسبه للسكند كيس، two triangles are congruent if two angles and side. المره دي بقى two angle and one side. في الفيرست كيس كان two side one angle لو خدنا بالنا. هنا two angles and one side ومش اي side، لازم السايد اللي هو drawing between their vertices. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني عندي هنا انجل B وانجل C، لازم ال BC يكون هو السايد اللي congruent للتاني. يبقى two angles اللي هي انجل B وانجل C والسايد اللي هو drawn between their vertices اللي هو BC، لازم two angle and the side drawn between their vertices، ما ينفعش اي سايد تاني. نأكد تاني على الكلام ده عشان في ناس مش فاهمه لسه. Two triangles are congruent if two angles اللي هو angle B وangle C and the side drawn between their vertices في ال first triangle الترينجل الأولاني لازم يكون congruent لل corresponding parts of the other triangle. نأكد تاني على الكلام ده. أنا عندي الترينجل الأولاني ABC و XYZ BC equal YZ، كده السايد الأولاني هنا والسايد الأولاني هنا اللي هو drawn between their vertices. بعد كده هنا عندي ميجر انجل B، يبقى هناك ميجر انجل Y. هنا ميجر انجل C equal ميجر انجل Z، يبقى كده two angle and one side two angles and one side اللي هي ASA angle side angle. يبقى كده الترينجل ABC congruent للترينجل XYZ. يبقى دي كده السكند كيس. طبعا الثيرد كيس اسهل واحده فيهم اللي هو ايه؟ two triangles are congruent if each side
of one triangle لازم كل السايدز اللي في الترينجل الاولاني تكون congruent to the corresponding sides in the other triangle. يعني ال AB equal XY, AC equal XZ, BC equals YZ. يبقى كده عندي each side ال 3 sides اللي في الفيرست triangle congruent to the 3 sides اللي في السكند A triangle. طب هنكتبها ازاي لو جات لي في الامتحان؟ لازم اكتب الصيغه دي في كل الاسئله الخاصه بالكونجرنت. التراينجل ABC and the triangle XYZ in which فيهم ايه بقى؟ اول حاجه عندي AB equal XY, AC equal XZ لازم الكورسبوندينج سايد, BC equals YZ يبقى كده سايد 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 SSS اللي هي الثيرد كيس. وفي الاخر اقول له ان الترينجل ده كونجرنت للترينجل ده. وطبعا لسه هدربكم على ازاي نحل المسائل اللي بتيجي في الامتحان شكلها عامل ازاي بالظبط. بالنسبه للفورس كيس عندي وهي اخر حاجه عندي الفورس كيس, لازم يكون عندي التراينجل رايت رايت انجلد تراينجل. هنا عندي انجل بي رايت وانجل واي رايت, يبقى لازم يكون عندي تو تراينجلز رايت. يبقى دي كده الفورس كيس. اللي انا باختصرها بقول ايه؟ رايت واتش يعني هايبوتنس وسايد. في ناس ما تعرفش يعني ايه الهايبوتنس. الهايبوتنس اللي هو الاي سي, طبعا ملاحظين ان الهايبوتنس اللي هو الاي سي ده اوبوزيت تو ذا رايت انجل. يبقى اني سايد اوبوزيت تو ذا رايت انجل از كولد هايبوتنس. يبقى الهايبوتنس يا جماعه اللي هو ايه؟ اللي اوبوزيت للرايت انجل. ولازم نعرف كويس الهايبوتنس ده عشان هيقابلنا في الترم الثاني والسنين اللي جايه. لازم نعرف يعني ايه هايبوتنس. طيب تو رايت انجل ار كونجرنت, اقول على تو رايت انجل دي تراينجل ان هم كونجرنت اف ذا هايبوتنس اند ا سايد. واضح ان الهايبوتنس هنا اي سي, الهايبوتنس هنا اي زد, السايد هنا بي سي, السايد هنا واي زد. لو عندي هنا الهايبوتنس اند سايد وهنا الهايبوتنس اند سايد وطبعا في رايت انجل في الاول خالص, يبقى كده التو تراينجلز ار كونجرنت. طب هكتبها ازاي؟ Since in the triangle ABC and XYZ in which أول حاجة الـ BC equal YZ, الـ AC اللي هو الـ hypotenuse equal الـ XZ الـ hypotenuse برضه هناك, و measure angle B طبعا equal measure angle Y equal A 90, يبقى كده الـ triangle ده congruent للـ triangle ده. طيب لو جينا نشوف complete كده سريعا oral كده, any two triangles are congruent if two sides and the included angle, two sides and the included angle, وهكمل بقى of one triangle are congruent to the corresponding parts of the other. ولازم اكمل للاخر لو جابها لي كده, لازم اكمل للاخر. انما السؤال اللي نمبر 2 مساعدني قايل لي any two triangles are congruent if two angles and the side drawn between their vertices, the side drawn between their vertices, واكمل of one triangle هكمل للاخر مفيش مشكله. طب الثيرد كيس هنا انا اعتبر جايبهم لكم الاربعه ورا بعض على شكل الكومبليت. Any two triangles are congruent if each side بس is congruent to the corresponding parts او sides in the other. اخر واحده any two right angled triangles are congruent if the hypotenuse and a side, if the hypotenuse and a side, وهكمل بقى of one triangle are congruent to their corresponding elements in the other. هكمل نفس الكلام مفيش مشكله. يبقى كده الاسئله بتاعت الدرس على شكل الكومبليت. طب بالنسبه للاسئله بتاعت الشكل على شكل مسائل بقى اللي هي البروف وكده, طب دي حاجه سريعا الاول قبل ما اخش على البروف كده سريعا. التو ترينجلز اللي قدامي دول هما الاثنين كونجرنت, التو فيجرز دول التو ترينجلز هنا كونجرنت وهنا كونجرنت. تعالوا نشوف ليه كده عشان الرسمتين دول مهمين جدا 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 في الامتحانات. هلاحظ ان انا عندي هنا انجل دي سي اي اند انجل اي سي بي, طبعا في او اي واضحه اصلا, وانجل اي وانجل اي كونجرنت. طب تعالوا نشوف كده السايد ده هو السايد الدرون بتوين زير فيرتيسيز ولا لا؟ اهو سي اي وهنا اي سي, يبقى كده السايد اللي هو درون بتوين زير فيرتيسيز يبقى تو انجل اند وان سايد, وهنا تو انجل اند وان سايد, يبقى كده هم كونجرنت فعلا. هنا لو لاحظنا هنلاحظ ان دي هي الفورس كيس. طب الفورس كيس كانت بتقول لك ايه؟ رايت وهايبوتنس وسايد. طب مين اللي اخد باله هنا ان الهايبوتنس هنا كومن سايد اللي هو الاو بي؟
الاو بي هنا هو الكومن هايبوتنس في الفيرست ترينجل والسكند ترينجل. الاو بي هو الكومن هايبوتنس، كومن هايبوتنس، يبقى كده واضح جدا ان هما الاثنين كونجرنت. بالنسبه للاكزامبل اللي عندنا هنا سؤال مهم جدا في الامتحانات. ان ذا اوبزيت فيجر اي بي انترسكت سي دي ات ام، وهو مديني حاجتين اتنين بيساعدوني في الحل اللي هما الاي ام والبي ام ايكوال البي ام، اي ام ايكوال بي ام اند سي ام ايكوال دي ام. هل التو ترينجلز دول هما الاثنين كونجرنت اند واي؟ هما واضح جدا ان هما كونجرنت. طب ليه بقى؟ اول حاجه عندي هقول له ان الترينجل اي ام سي اند بي ام دي، ولازم اكتب بنفس الشكل ده افضل. هلاحظ ان انا عندي اي ام ايكوال بي ام، اول حاجه هو حتى مدالي في الجيفن يعني، وسي ام ايكوال دي ام. تاني اي ام ايكوال بي ام من على الرسمه اهو، سي ام ايكوال دي ام. هلاحظ حاجه ان ميجر انجل اي ام سي ايكوالز ميجر انجل بي ام دي في او او في او اي. اعرفه ان انا فاهم ان ديت فيرتيكال اوبوزيت انجل في او اي. كده انا ثبتت ان هما الاثنين كونجرنت تو سايتس اند ذا انكلودد انجل، اللي هي الفيرست ايه كيس. الفيرست كيس لو اخذنا بالنا سايد انجل سايد. الاكزامبل الثاني هنا انتوا بقى تحلوه، واللي مش فاهمه يبعته لي. ده بالنسبه للاكزامبل اللي بعد كده اللي هو بيرضوا عايز يثبت الكونجرنت، بس مش كاتب اي حاجه فيها كونجرنت هنا. احنا لازم ناخد بالنا ان هو عايز يعمل بروف ان الاي دي بايسكت لانجل اي، يعني ميجر انجل بي اي دي ايكوال ميجر انجل سي اي دي، بي اي دي ايكوال سي اي دي. لو قدرت اثبت ان هما الاثنين كونجرنت يبقى كده الاليمنتس كلها هتبقى كونجرنت. السؤال اللي بعد كده برضه ممكن نحل السؤال ده لوحدنا. طب انا هحل لكم سؤال كمان اهو، هنشرحه مع بعض. اخر سؤال ان ذا اوبزيت فيجر، برضه سؤال من الاسئله المهمه جدا في الامتحانات. اي بي ايكوال اي دي، بي سي ايكوال 5، انا كتبتها على الرسمه 5 سنتيمتر عشان ما اتلخبطش، وميجر انجل بي 40 برضه كاتبها لكم على الرسمه 40، احنا برضه بنكتبها عشان ما تبقى واضحه قدامنا على الرسمه. فايند ميجر انجل دي اند ذا لينث اوف سي دي. اول حاجه هو طالب مني البروف ان التراينجل كونجرنت، لازم ناخد بالنا هاو تو بروف ان التراينجلز كونجرنت. هلاحظ ان انا عندي سايد وانجل وسايد. ايه ده، فين السايد التاني ده اللي هو الاي سي كومن سايد؟ يبقى هلاحظ ان انا عندي اي بي ايكوالز اي دي والاي سي كومن سايد. طب فين الانجل الانكلودد بتوين ذم اللي هي بي اي سي اند دي اي سي؟ ميجر انجل بي اي سي ايكوالز ميجر انجل دي اي سي. لو احنا قرانا الجيفن كويس هنلاحظ ان هو مديها لي في الجيفن اصلا واضحه جدا قدامي ان ميجر انجل بي اي سي ايكوالز ميجر انجل دي اي سي. عشان كده لازم اقرا الجيفن كويس جدا جدا عشان اعرف احل كويس. هقول تاني ازاي نعمل بروف ان هما كونجرنت. بنكتب التراينجل كذا وكذا، تو تراينجلز يتكتبوا قدامي ولازم الاوردر، يعني اقول اي بي سي يبقى لازم اقول اي دي سي، ما ينفعش ان انا ابدل، لازم يبقى اوردر، الاوردر مترتب صح. الاي بي ايكوال الاي دي اول حاجه واضحه جدا قدامي. الاي سي كومن سايد انا اللي بكتبها من عندي، مش موجوده في السؤال، مش موجوده في الجيفن. ميجر انجل بي اي سي ايكوال ميجر انجل دي اي سي ايكوال 30، يبقى كده انا ثبتت ان هما كونجرنت. من خلال الكونجرنت يبقى ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل دي اند ايكوال 40 ديجريز، اند سي دي ايكوال سي بي ايكوال 5 سنتيمتر. يبقى كده قدرت اثبت ان هما التو انجلز اللي هما الكورسبوندنج ايكوال ان ميجر، اند تو سايتس اللي هما الكورسبوندنج سي بي والسي دي ايكوال اللينس. وكده هو كان طالب اللينس بتاعه، وكده يبقى الكونجرنت خلص. نحل عليه اسئله، ولو حاجه مش واضحه ابعتوا لي. هنشرح لكم برضو الفيديو اللي بعد كده اللي هو الباراليزم، اللي هو الدرس اللي قبل الاخير في الجيومتري.